صلوا على النبي. اللهم صل الله عليه وسلم. اليوم حلقة مياه محسوب تنفى الحساب في المجلس اللي يشرف كل من شرفه، مجلس لجاويده طاب وكل ما فيه طاب، أهل الوفاء والكلام الزين والمعرفة بقيادة ابن المهيد بشاجع ما يهاب، عبد الله اللي يشرف كل من يعرفه، وابن النويشر مثل نجم انسطع ما يغاب، شيخ كلامه مثل نقد الذهب يصرفه، وابن السلامه مع أهله للسؤال الجواب يقول ما قالها الله والوفاء له صفة. وإن جيت تبغى القصائد والبيوت العذاب ناظر العساف أبو عايض وما ولفه، وابن الحصيني علاج الهم والاكتئاب، إن جيت تبغى الوناسة والسعادة شفه، وأبو سعد يا سعيد اللي لها الكيف طاب، اللي اليا واعدك في الوعد ما يخلفه، والدرع يلي مع أهل العلم دايم مثاب، بالتربوي المخضرا ودي أوصفه، وابن المخيل التعلى فوق هام السحاب مثل البحر والبحر ما هم من يغرفه، والضو يلي مثل عد اللذيذ الشراب يطربك شرحه وعرفه في القصص وظفه، لاني بناس التويم اللي لمنها ناب ذيب بدا في مكان الذيب في مشرفه، وسلطان ابو خالد اللي كل ما غاب جاب نوادر غير متعوبه ومتكلفه، والاحمد ابو صالح القرعاوي ده مثل جناب اللي يجمل مكان يجيه ويشرفه، وابو سعد يطخيس اللي يحل الصعاب اللي قصيده درر وبيوت مصنفه، وعبد العزيز الاديب اللي فتح كل باب ابو محمد سلام المجد ومعرفه، لاني بناسيك يا ابو سيف حد ونصاب من كل بستان يجني الصالح ويقطفه، وابن العنيزان لو قصر وسافر وغاب له طرفة في بحور العالم المرهفة، وابن الدعيلج على درب الوفاء والصواب راوي وبيت القصيدة عايش بكنفه، لاني بناسيك يا مروان يا ابو الشباب لو الشياطين من مروان متكتفه، لاني بناسيك يا مروان يا ابو الشباب لو الشياطين من مروان متكتفه، وابو سعود ابدع المبدع وسوى العجاب اللي يبي يظهره واللي يبي يحذفه، لابو ملاك الوفي من حاضرين وغياب تقدير وقلوبنا بالطيب متولفه، والطاقم اللي لهم في المجد جهد يذاب خلف الكواليس بالابداع متوصفه، وللمجد مني سلام العد نشو السحاب قناتنا اللي بها الامجاد متوظفه. يا سلام يا سلام يا سلام بيض الله وجهك، نسينا احد من اخوياننا في عدد باقي الله يسعدك، باقي الجمهور وفيت الجمهور يقولوا كل هذا في عجب الجمهور، يقولوا جمهورنا اللي بجمل علومه لنا طاب، وش القافية الثانية؟ أبه 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 جمهورنا والكل في دنياه يعرفه، مضبوطة كذا؟ إن شاء الله أنها جت.